بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه جميله جدا حقيقيه، عايز ابتديها بحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خير منها. صديق ليا هو الحقيقه وهو في ثانوي كان بيحب بنت حب غير عادي، يعني قصة حب من القصص الحب الجامدة جدا جدا جدا. بس هو الحقيقة ما كانش عارف الصحوبية صح ولا الصحوبية غلط، وامتى تبقى الصحوبية صح وامتى يعني طب اعمل ايه، طب ما انا في الاخر عندي عواطف، انا شاب في الاخر. فهو بيحكي لي بيقول لي انت لا تتخيل انا كنت بحبها قد ايه، لكن انا رحت لواحد صديق والدي كان راجل كده ايه يعني يدخل في الشباب ويعني ايه يعني تحس انه شبابي قوي وهو صاحب ابويا بس ايه جدع قوي وحكيم قوي. فقلت له انا عندي مشكله. فقال له مشكله ايه؟ قال له انا بحب واحده جدا 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 وحموت وانا صادق والله حموت واتجوزها، بس انا ما عنديش حل غير ان انا نبقى صحوبيه يعني لغايه ما يجي الجواز. فالراجل رد عليه وقال له بص انا عايز اسالك سؤال، انت في سنه كام؟ قال له انا في تانية ثانوي. قال له وهي في سنه كام؟ قال له في اولى ثانوي. قال له يا ابني انا عايز اسالك سؤال، هي ليه رخصه العربيه ما حدش بيسوق الا بعد سن 18؟ قال له مش عارف. قال له يعني ليه مش 15 مثلا؟ ليه 18؟ قال له ليه؟ قال له عشان يبقى وصل لنضج معين، فلما يقدر يتعامل مع العربية اللي هي آلة ممكن يدوس بيها حد وممكن يطير بيها وممكن ممكن يكون مستوى نضجه يسمح له ان هو يسوق العربية. هو ليه ما ينفعش تأسس شركة تحت سن 17 سنة؟ قال له ليه؟ قال له لانك مش كامل الأهلية، لانك لو أسست شركة مش هينفع. قال له انت فهمت انا بقولك ايه؟ اشمعنا في رخصة العربية وفي تأسيس الشركة بنقول لا ما ينفعش دلوقتي لما اكبر شوية، واشمعنا في الصحوبية ينفع؟ يا ابني انت وهي على الجامعة هتكونوا ناس تانيين خالص، طريقة تفكيركوا في الحياة مختلفة تماما، فهتكسر قلبها وهتجرح قلبها لان هي هتبقى مختلفة عن اللي انت شايفها دلوقتي. قال له يعني اعمل ايه؟ قال له يعني تصبر على نفسك لغايه تانية جامعه. قال له تفرق ايه تانية جامعه؟ قال له تانية جامعه بقى هتبقى زي رخصه العربيه، ايه؟ هتبقى نضجت نضج يخليك ينفع انك تحبها وبعدين تخطبها وبعدين تتجوزها. قال له يعني الموضوع مش حرام علشان بس حرام وخلاص. قال له لا، التوقيت هو اللي غلط، انما الحب ده حاجه جميله قوي. اما كلام حلو بشكل، انا موافق على الكلام ده جدا. المهم ان هو قال له طب اعمل ايه؟ انا مش قادر. فقال له طب بص انت مش قادر خالص، انا هقولك على حديث جميل قوي، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. انت وقف دلوقتي لغاية ما تبقى تانية جامعة تقدر تبدأ تدخل في قصة حب وجواز وربنا هيعوضك. راح لها وقال لها بصي انا بحبك جدا، انا كل امنيتي في الحياة ان انا اتجوزك، بس انا هوقف العلاقة معاك دلوقتي، هشوفك في وسط الجروب في المدرسة وفي وسط الجامعة، لكن مش هبقى انا وانتي حاجة لوحدينا على جنب، هبقى حريص ان انا اطمن عليكي لغاية، بس انا مش هقيم معاكي علاقة خاصة لغاية ما نوصل للجامعة واكون قادر بقى ان انا اجي اقول يلا ناخد خطوة جديدة ونضجنا بما هو كافي. فعلا عملوا كده وطلعوا شاطرين وقدروا ينفذوها، ولفت الايام ودخلوا الجامعة، وفي الجامعة اتقدم لها وهو في ثالثة جامعة كلية الهندسة، وكمل الأوائل على كلية الهندسة، وابوها وافق لأنه عارف من أولى ثانوي إن هي بتحبه. أقول لكم الشيء الجميل، يتجوزوا وعندهم دلوقتي 4 عيال، قصة حب بقية إلى اليوم. فعلا من ترك شيئا لله عوضه الله خير منها. بسمة أمل للي يعرف يعمل إيه في التوقيت الصحيح من غير ما يكسر قلب بنت وفي نفس الوقت يكمل حياة سعيدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.